عليك الطاقيه بالعمانيه ما شاء الله تبارك الله. يقول يا ابوي انا سيفك وكيفك ومركاك، وعن الهرم شوفك، وانا لك رجولك، وانا لك اليمنى اللي احتجت يمناك، والله يقدرني وخفف حمولك. الله. اليوم الاهل والاسره الكريمه في ضيافه اهل هيثم، الله يعطيكم الف عافيه على العزيمه، وشكرا لكم. وابد حنا ما جينا عند هنا وعند اخواننا، الله يحفظكم. شوف الطريق يا ولد، شوفها، سنسمع دبكة الحريم. طبعا من اسلوب العرب انك ما تدخل والحريم يكونوا مثلا موجودين، لازم يصدون وبعدين حنا ندخل المجلس، حتى سمعت صوت حريم خلاص توقف ما تدخل. الله يجعلكم ذخر، ما قصرت والله العظيم. أهل كرم، أهل السلطنة، والله كل البيبان مفتحة لنا، وكل ما دخلنا بيت أكرمونا، وافين وافين وافين، الله يحفظكم. يا هلا يا هلا يا هلا. خبر خبر خبر، تعالي تعالي سلمي، تعالي تعالي تعالي. يا ما شاء الله على الحلوات، شو اسمك أنت؟ ما شاء الله، تعالي أنت باقي، أنت ما صبرتك، شلون سألتي؟ أنا اسمي ملكة. ها؟ أنا ملكة. أنا اسمي محمد. يا حليل. يقول انت من المملكة؟ انا من اي مملكة؟ انت اسمك مملكة. ونعم ونعم، كيف حالك؟ طيبين؟ تعالي تعالي يلا قربوا، اللي بصور يجي. كيف حالك؟ ما شاء الله، اذكركم زينا يا العمانيين، ورعينكم واجد مثلنا ما شاء الله تبارك الله. هذا ما شاء الله كلهم عيال، الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم. ما شاء الله يحفظهم ان شاء الله ويخليهم. ما شاء الله نفس طبعنا، ورعينهم واجد مثلنا. ما شاء الله، انا قلت ما شاء الله تبارك الله. لا كل واحد منهم كانهم حفيدات عم تسويك زينة، ترى نفسنا. ايوه ما شاء الله، اجتماع واحد احنا عند احفادنا واجد ما شاء الله تبارك الله. تعال تعال يلا، تعالي بسرعه 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 بسرعه. هذه السماء. ونعم هم احفاد عم تسويكت ما شاء الله تبارك الله. ما اجي ما شاء الله على الحلو. وش اسمها هذه؟ هذه ريناد. ريناد دو الروح. دو الروح شكل هذه. هذه انتم الله يرحمه الوالدين، قلنا دو الروح. هي الله يرحمه يسكن هالجنة. ها ريناد، ريناد خبر ولي خبر خا خبر خا تلمي. تعرفي هذا مين في حال؟ يا حبيبي الله يحفظك. انت شكلك الشقي، انت المشاغب، انت وانت شكلكم مشاغبين. يا حليلهم قصتوا على ابو جليل. محمد ونعم والله، انت محمد امس شايف بالله ما ذكروك في احفادنا. اي والله زين، ابك لا تلعبين في بطينه، خليها هذه شقيه البنت ما شاء الله عليها. جميل جدا عندما تاتي سياحه لدوله خليجيه وفجاه شوف نفسك أنت من أهل الدار وأهل البيت، الأسرة السعودية مع الأسرة العمانية والأسرة الإماراتية مع القطرية. جميل جدا تبادل ما بين النساء للنساء والرجال للرجال، فيها من الألفة والمحبة. هكذا هي الشعوب الخليجية والشعوب العربية، وعندما تمسك يدك الفتاة وتقول يقول لك اقلط، وثم الولد يقول لك اقلط، ما شاء الله تبارك الله. الكل مرحب هنا في السلطنة، الصغير مضياف والكبير مضياف، الفتاة العمانية مضيافة. كثر الله خيركم ورحم الله والديكم جميعا. كلمات الشكر لا توافيكم أيها الشعب الجميل والشعب الطيب. بالله كيف وأنا فصيح؟ لا لا، أنا ترى من تالي صاير فصيح. أنا أتوقع أجواء صلالة غيرت فيه. شكرا لأسرتكم الكريمة، الله يبيض وجيهكم. ما يحتاج، احنا ترى نحب أجواء البساطة، لا للرسميات، نحب الأطفال حول واللمة والأطفال حول بعض. اكل 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 ما شاء الله تبارك الله. وخلصوا أهلي، وأخيرا طلع طبع خواتنا العمانيات مثل طبع ربايعنا، ما يخلصن سوالف الا اخر الليل. لا بغيت اطلع اهلي، اقول يلا مشينا، نبي نمشي خلاص، بكره ورانا رحله. اخذ ريناد معي؟ اخذها؟ لا يلا خلونا ناخذها، ايش رايكم؟ طيب مين يروح معنا السعوديه؟
اخذك. ما شاء الله عليه، الله يسر عليها ويحفظها. هل تلفونك هذه؟ اي تلفوني. ولاية صلالة محافظة ظفار، المدينة الخريفية التي لا تنام. شوفوا الساعة الآن 1:30، ما شاء الله الأمور طيبة، شغالين ألعاب ما في نوم.